الجهة هذه في مستوى المواد الإنشائية هي جهة تتميز بهذا الجانب. جهة في عندنا 132 ألف هكتار غابات، عندنا منطقة حدودية تمتد على 120 كيلومتر، عندنا العلاقات متميزة مع الجانب الجزائري، عندنا القدرة على أن نحركوا الاقتصاد بشكل كبير، باعتبار أن الناس هذوما عندهم تجربة كبيرة ياسر في المجال الفلاحي، وكذلك تجربة أخرى في مجال التجاري. عندنا 6 مناطق صناعية، عندنا 6 سدود. الصورة في الرأي العام بصفة عامة هي أن مدينة مهمشة ومدينة مفقرة ومدينة فيها نسبة الفقر كبيرة ياسر، لكن لم نستنبط إلى حد هذه الساعة الآليات والمنهجيات للتقليص في نسبة الفقر. وعندنا تقريبا نحن 70,000 بطاقة، معنا عائلات معزة ومحدود الدخل، وكذلك عندنا 20,000 بطاقة تاع معاق، معناها هذايا تقريبا في حدود الربع نتاع التعداد السكاني ولاية جندوبة في وضعية هش. الوضعية هذه لابد أن تتضافر كل الجهود. إيش معناها الجهود؟ معناها المجتمع المدني، واللي نعول عليه بشكل كبير أنه هو يقوم بالعملية هذه في إطار تقليص من حجم وعدد العائلات الفقيرة والمهمشة. 2، الآليات الموجودة عندنا، ونحن بدينا في مشروع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة الجهوية مشكورة في إحداث 4 مشاريع موارد رزق لعائلات معزة لإخراجها من مرحلة الأعوز إلى مرحلة النشاط. نحن اليوم نخدمه مازلنا نخدمه بمرحلة مخططات التنمية، واللي هي مبنية على الانفعالية ومبنية على المطلبية الغير مدروسة والغير مهيكلة. اليوم لو أن تكون فما استراتيجية واضحة للتنمية في جندوبة تبنى عليها مخططات متعددة، نكونوا في الاتجاه الصحيح. جندوبة إلى حد هذه الساعة لم نفهم هل هي مدينة أو ولاية فلاحية بامتياز، أو هل هي ولاية سياحية بامتياز، أو هل هي ولاية حدودية قادرة على الانطلاق وبامتياز. هذا يخلي التداخل نتاع هذوما الكل مع بعضهم يخلي أن قطار نتاع التنمية لا ينطلق، ومن غير الممكن أن ينطلق. لابد الدولة وقت بنات السد بوهرتما أنجزت عليه 10,000 هكتار، ثم انطلقت في إنجاز الهكتارات تباعا إلى أن وصلنا تو عندنا 40,000 هكتار سقوي، باعتبار أن الولاية هذه هي ولاية فلاحية بامتياز. الجانب السياحي عندنا الجانب السياحة الشاطئية، واللي هي تو معناها تقريبا ماهيش رهنت عليها الدولة في مرحلة معينة، لكن نحن كجهة ممكن ما كناش منخرطين في هذه المراهنة، ما كناش واعيين بأهمية أنه تكون طبرقة مدينة سياحية. وثم أن عندنا التوجه للسياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية، هذا خلانا نحن غير قادرين على فهم وعدم قدرتنا على فهم شنية السياحة الإيكولوجية وشنية السياحة البيئية، خلانا ما نتعمقوش. 2، عندنا المعوقات اللي هي أهمها مجلة الغابات، اللي هي غير قادرة أنها تحدث الفارق في التنمية، وأنها تحدث الفارق في الاستثمار، وأنها تحل الباب للاستثمار في هذا الجانب وفي هذا المجال. نحن عندنا ليروندوني جيونا من تقريبا من الجمهورية ومن العالم، بالتو ما عندناش مسلك أو مسالك غابية مخصصة للمجال هذا، ما عندناش استراحات داخل الغابة، ما عندناش فضاءات أو فجوات غابية ممكن استثمارها في الجانب هذا. لا، ما نحن ما الحدود تغلق رسميا، معناها في البوابات الرسمية.
نحن راهو فما نسب وفما تواصل كبير ياسر وعائلات متصاهرة وحلقات نتاع اخوه كبيره ياسر. معنا هذه المساله ما بين في 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 منطقه المناطق الحدوديه العمليه مختلفه جدا على على المناطق الداخليه الحضريه. معنا نحن السكان نتاع المناطق الحدوديه معناها فما المستوى نتاع طبيعة الاقتصاد الموجود عندهم هي طبيعة أخرى ومختلفة. هي مركزة أساسا على تربية الماشي وتربية بعض الأبقار والعمل في المجال الغابي اللي يسترزقوا منه. صحيح نحن في الفترة السابقة عشنا مرحلة تمركز مجموعات إرهابية في المناطق الحدودية خاصة منطقة غار ديماو. الجاهزية والقدرة والكفاءة متاع الأجهزة الأمنية متاعنا من حرس وطني وأمن وطني وكذلك استعلامات وكذلك الأجهزة العسكرية متاعنا من الجيش الوطني تقريبا ولاية جندوبة ولت منطقة ممنوعة على دخول الإرهاب لها وهي منطقة نظيفة من ناحية التحركات الإرهابية والمجموعات وتمركزها في الغابات الكثيفة متاع ولاية جندوب رغم الصعوبات المناخية ورغم الصعوبات والتضاريس وكثافة الغابة في ولاية جندوبة إلا أن القدرة القتالية والقدرة الاستعلاماتية وقدرة أبنائنا في المؤسستين العسكرية والأمنية خلت أن ولاية جندوبة وشريطها الحدودي بدون إرهاب وعندنا تقريبا سنتين توا ما عندناش حتى تحركات إرهابية ولم نلاحظ حتى تجرؤ أي من هذه الخلايا دخول منطقتنا ولاية جندوب. شنو ينقصنا في الإدارة؟ هو ينقصنا الخطط الإعلامية والترويج الإعلامي لهذه المشاريع أو الإنجازات أو الأعمال اللي نقوم بها يوميا. نحن عندنا 168 قرار حققنا منهم تقريبا بنسبة 80% خاصة القرارات نتاع المجلس الوزاري نتاع 2015 تقريبا بنسبة 100% تحققت. القرارات نتاع 16 مايو 2019 تقريبا في مرحلة إنجاز عديد من القرارات وبشكل كبير تقريبا في حدود 60 أو أكثر شوية من في حدود 80 أو أكثر شوية من إنجاز هذه القرارات. نحن عندنا مشروع توا مع البنك الدولي هو 120 مليار لإعادة تهيئة 10,000 هكتار من المناطق السخوية على منظومة بوهرتنا. في نفس المجال توا عندنا دراسة ل 13,400 هكتار لهذه المنظومة. المنظومة هذه فيها تقريبا 25,000 هكتار. إن شاء الله باش نقوموا بتهيئتها بداية ب 10,000 هكتار ونهاية ب 13,400 أخرى. وباش نقوموا بعملية التوسع لدراسة باقي المناطق السقوية في كامل الولاية. بالنسبة للاستثمار الخاص والحقيقة نحن عندنا توا منطقة صناعية في تبرقة فيها مجموعة من المصانع. عندنا القوة الاقتصادية هم زوز مصانع تقريبا ثلاث مصانع اللي هو معمل السكر جينور وعندنا المعمل الثاني هو معمل الخميرة اللي يمول تقريبا 90% من المخابز في تونس والمعمل الثالث اللي هو مركزية الحليب ديليس واللي هذه هي القاطرة متاع الاقتصاد باعتبار مربي عندنا 80,000 من القطيع نتاع الأبقار وهو المركزية الأولى اللي تأخذ الحليب من عند المربين الصغار والفلاحين الصغار هذوما يخدموا مجموعة كبيرة لكن عندنا المعمل الكبير واللي توا باش يقوم بعملية توسعة اللي هو معمل نسميه نحن معمل كابل المؤسسة الألمانية اليابانية لصناعة كوابل السيارات في المنطقة الصناعية الارتياح وهذا يخدم توا حاليا في 3,000 عامل وفني ومهندس وباش يقوم بتوسعة تقريبا في حدود 10 هكتارات
ليتم تشغيل 1500 اخرين. بالنسبه للواقع الصحي نحن كيما الجمهوريه كل واقع الساحه كما تعرفوا في الساحه العموميه خاصه واقع كارثي وعديد الاشكاليات. فما اشكاليات في مستوى الاطارات والموارد البشريه وفما اشكاليات في مستوى التجهيزات والبنيه التحتيه، لكن هذا ما يخليش انه نتغاضوا على انه قدرة الدولة على أنها تغير الواقع. نحن عندنا المشروع الكبير اللي هو مركز الإقليمي للأمراض السرطانية، واللي معنا تقريبا يعتبر جوهرة في ولاية جندوبة، واللي يشاع تقريبا على الشمال الغربي بصفة عامة، واللي نقص الضغط الكبير على مستشفيات تونس وخاصة صالح عزيز، وهذا مجهز تجهيز كبير ياسر، والإمكانيات البشرية توا فيه. وبطبيعة الحال صدر تقريبا صادق مجلس الوزراء على الأمر المنظم لهذا المركز، وأعطاه الاستقلالية الإدارية والمالية متاعه كإدارة عامة باش يقوم بالانتدابات. وانطلقت وزارة الصحة في انتداب 12 عون لهذا المركز. نحن رغم حبنا لتونس ورغم حبنا للجندوبة كولاية ما يلزمش تبقى العواطف هي اللي تقودنا في اتجاه تحقيق التنمية. لابد أن العمل والعقل هو اللي يقود القاطرة متاع التنمية في هذه الولاية.